متابعينا، متابعين اليوم السابع في كل مكان. اليوم النقابة الفرعية لأطباء الشرقية بتشهد إجراء انتخابات تكميلية على منصب النقيب. بعد ما انخلى منصب النقيب الدكتور أيمن سالم اللي تم تصعيده لمنصب نقيب أمين عام نقابة أطباء مصر. كما تشاهدون الصورة أقبال من الأطباء للاختيار بين 2 من المرشحين على منصب النقيب، وهم بحسب الترتيب الدكتور عاطف جودة والدكتور خالد صفا. احنا معانا الدكتور ماهر بيباوي المشرف على اللجان الانتخابية اللي هيكلم، والدكتوره صح خريب اللي هيكلمونا عن الاجواء الانتخابيه اليوم. احنا هنقف بره عشان نسيب الاطباء يعني يختاروا ما بين المرشحين بحريه. زي ما انتم شايفين طبعا في تواجد امني لتامين العمليه الانتخابيه وتوافد للاطباء للاختيار ما بين المرشحين. احنا برحب بحضرتك يا دكتور على اليوم السابع. اهلا بيكي. انا ماهر بباوي ومعايا الدكتوره سحر خليل استشاري التحاليل في المعمل المشترك. فتحت اللجنه باشراف قضائي الساعه 9 بالظبط. الاقبال شديد جدا، 2 منافسين افضل من بعض، الدكتور عاطف جوده وكيل النقابه الحالي واستاذ الكيمياء الحيويه سابقا، والدكتور خالد صفوت استاذ الجراحه. يعني اقول لحضرتك ايه، المعركه شديده جدا وتواجد كتير جدا ما كناش منتظرين كده، يعني اكتر من كل مره، والدكتوره سحر هتفيدنا اكتر. كلمنا عن استعدادات الانتخابات والاجواء الانتخابيه النهارده. لا الحقيقه الاجواء بتتم، الانتخابات بتتم في اجواء حلوه جدا، في اقبال من الصبح، والحقيقه ان احنا كده الحمد لله كده كسبانين ان شاء الله، يعني اللي هيكسب فيهم احنا كسبانينه، وان شاء الله يمر اليوم على خير باذن الله ان شاء الله. ما كناش، لا بصراحه احنا قلنا فعلا الجو بارد فاحتمال كبير جدا يبقى فيه الاقبال اقل، لكن مع الجو ده الاقبال كبير جدا ان شاء الله. عدد اللجان هنا هو 8، عاملين حسابنا في الإجراءات الاحترازية، يعني بندخل واحد واحد في كل لجنة. زي ما الدكتورة سحر قالت إن إحنا كسبانين، فلان ينجح أو علان، هما الاتنين أفضل من بعض، هما الاتنين حقيقة مكسب للنقابة، لأن هما الاتنين ليهم تواجد نقابي ومع الأطباء في كل وقت. اليوم حق الانتخاب اكيد التسجيل، الاطباء المفروض ان هم ينتخبوا حوالي 13000، احنا دلوقتي داخلين على عدد كويس حوالي 600 او 700، صحيح مش كتير بس ده افضل من كل مره، وبنتمنى عشان طبعا بروده الجو دي ممكن تكون احد الاسباب، واحنا لسه لغايه دلوقتي يعني بعد الصلاه، ويمكن ان شاء الله الاعداد متوقعين الاعداد تزيد اكتر من كده. آخر موعد هيبقى الساعة 5 إن شاء الله، وبعد كده يتخللها ساعة تقريبا بريك، وبعد كده هو بتبتدي عمليات الفرز بالإشراف القضائي الموجودين. شكرا. شكرا. العفو يا فندم، العفو، ميرسي. نشكركم، واحنا هننقل الصورة تاني للأجواء الانتخابية داخل النقابة وتواجد الأطباء للإدلاء بأصواتهم. في تواجد كبير و يعني برحب بحضرتك على اليوم السابع يا دكتور. دقيقتين وهكلم سيادتك. اهلا بحضرتك استاذه ايمان، ازي حضرتك؟ حضرتك اتكلمنا النهارده
والله هو يوم انتخابي جميل السنة دي، في منافسة جميلة وراقية بين اتنين من أقطاب الطب ونقابة الأطباء، وعلاقات طيبة وروح جميلة بين الأطباء، والعدد اللي موجود النهاردة غير مسبوق قبل كده، احنا ما شفناش العدد ده، والانتخابات ماشية بطريقة ممتازة، انها طبعا يعني بين أطباء وما طبقة يعني مثقفة، ويعني كل ده بيسري العملية الانتخابية. لو تكلمنا عن التواجد الشباب، يعني احنا شايفين ان تواجد الأطباء هم النسبة الأكبر لو تكلمنا عن يعني كده بيبقى في عزوف الشباب اللي هم شافوا. والله هم يعني النهارده نسبتهم أكبر شوية بس لسه مش بالدرجة الكافية، بس هي مع ان هم دايما الأكثر استفادة من الانتخابات هم أو من النقابة هم شباب الأطباء، لكن هو للأسف شباب الأطباء برضه في المستشفيات وهم اللي شايلين العبء الكبير في الخدمة الصحية في المستشفيات، وخصوصا النهارده الجمعة فهم اللي موجودين، فده بيخليهم يبقوا يعني مشغولين ان هم يجوا شوية ان يحضروا انتخابات، لكن طبعا يبقى ان في طبعا عزوف بس ابتدى يتحرك النهارده احسن شوية من كونج قبل كده. لا ننزل يا جماعة عشان احنا عشان يبقى عندنا نقابة قوية لازم يبقى احنا لينا تواجد قوي، احنا عايزين النقيب اللي يمثلنا يبقى ناجح ب 3 4000 صوت، مش يبقى ناجح باصوات بسيطة، لان هو كل ما هو قوة النقيب من قوة الاصوات اللي بتنتقل، وقوة النقابة قدام الدنيا كلها بيبان ان نقابة الشرعية فيها اطباء مثقفين مهتمين بالعملية الانتخابية ومصلحتهم بس. ان شاء الله خير، وبنشكر حضرتك على تغذيتك الزايد. اللي هو من الصورة وتواجد الأطباء، طبعا احنا بننقل كده تواجد الأطباء للإدلاء بأصواتهم، وهنتجول كده داخل النقابة عشان نوريكم. الصورة من داخل نقابة الأطباء، طبعا دي لجان تسهيل عمليات الإدلاء بأصواته، وتحت بيتم موجود صناديق الاقتراع. حبيبي تواجد كبير للأطباء برغم من برودة الجو. كما ذكرنا في بداية البث المباشر دي انتخابات تكميلية بيتم إجراءها على منصب النقيب بعد ان خلى منصب نقيب الشرقية بصعود الدكتور أيمن سالم النقيب الحالي نقيب السابق عفوا إلى منصب أمين عام نقابة أطباء مصر. برحب بك يا دكتور على اليوم السابع. ازيك يا باشا، ازيك يا ايمان، اخبارك عامله ايه؟ عن اجواء الانتخابيه النهارده وتواجد الاطباء كنت طبعا طبعا، والشباب لاول مره يجوا الانتخابات لاول مره طبعا، دعما لاستاذنا الكبير طبعا 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 طبعا، من غير ما تقولي انا مش هذكر طبعا، وطبعا هيئه التامين الصحي كلها طبعا، الدكتوره هناء نائب مدير مستشفى المبره، سياده الوزير الدكتور هدى الديب مدير مستشفى مدينه نصر، الدكتور اشرف فتحي استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير عندنا في المبره، وقامات كبيره كلها جايه للتأييد الكل ان شاء الله بالنجاح لكل والتوفيق. لو تكلمنا يا دكتور النهارده عن الاجواء الانتخابيه، اجواء اليوم الانتخابي النهارده. السلام عليكم. طبعا يوم جميل طبعا في نقابه الاطباء الشرعيه، اساتذتنا الكبار الدكتور عاطف والدكتور خالد مرشحين، وطبعا اثنين قامات كبيره جدا واساتذتنا، وان شاء الله يكون جميل جدا للاطباء. شكرا. واهلا بيكم، احنا بنعتبر طبعا الانتخابات دي عرس دايما للاطباء ان هم لازم يشاركوا ويقولوا رايهم حتى لو اختلف الراي، يعني المهم نوصل لنتيجه ونشارك وناخد قرارنا ويبقى بالاغلبيه والقرار نتحمل مسؤوليته بعد كده ان شاء الله. يا دكتور كلمه كده عن الانتخابات النهارده. والله هو النهارده يوم جميل وفي اقبال كبير قوي،
ومشاركة كبيرة، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. بنشكركم، كنا معاكم من داخل نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية مدينة الزقازيق، بننقل ليكم أجواء الانتخابية لانتخابات الأطباء. لو حضرتك لنا عن أجواء الانتخابات النهاردة يا دكتور. والله يا استاذ ايمان، يعني في تواجد كويس جدا في الانتخابات ديت، واحنا قدام قامتين كبار مترشحين طبعا، الاستاذ الدكتور خالد صفوت والاستاذ الدكتور عاطف جوده، والاثنين قامتين، واحنا يعني الاطباء ما شاء الله النهارده في حضور كويس جدا، ونتمنى خير. يعني هنقول مبروك دايما للي يفوز باذن الله. شكرا شكرا. برحب بيك يا دكتور على اليوم السابع. ولو حضرتك يعني اتكلمنا على اجواء الانتخابيه النهارده بدون ذكر اسماء للمرشحين. اجواء الانتخابيه ممتازه جدا، وحضور مكثف من علي يسار، حضور مكثف من الساده الاطباء، والحقيقه اخلاقيات عاليه جدا في التعامل، ومنافسه شريفه جدا، والاثنين المرشحين هم اصدقائنا واساتذه اعزاء واساتذه افاضل، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكركم، كنا معاكم من الشرقيه ايمان مهنا، نقلنا ليكم اجواء الانتخابات التكميليه لنقابه اطباء الشرقيه على منصب النقيب، واللي مرشح فيها اثنين مرشحين، وباذن الله نوفيكم بلايف جديد عقب اجراء اعمال فرز الاصوات واعلان